أسعد الله مساءكم، أسعد الله قلوبكم أيها الأحبة الكرام، ولقاء متجدد مع حضراتكم والحلقة 92 من برنامجكم البوصلة، اللقاءات متجددة ولعلنا نكون سوية في رصد مشاهد مخيفة من هذه الحياة ومشاهد مرتبكة من هذه الحياة، لعل برنامج البوصلة يطرح إضاءات وحلول تسهم في رفع المعنى الإنساني الذي تشوه. اليوم منع التجول في مدينة الموصل شديد الوضوح، ليست الموصل هي الوحيدة، العالم كله يشهد ارتباكات ويشهد حظر للتجول اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وحتى صحياً. اليوم نعيش تناقضات تفرق ما بين الأسماء والمعاني، وحلقة اليوم بعنوان الاسم والمسمى. كثير منا يشاهد المناظر اليومية ولا يعرف كيف يفسر هذه التناقضات. اليوم مثال بسيط حتى أوضح الفكرة لهذه الحلقة، وأقول هذا الماء بهذا الإناء في البطل يباع الآن في الأسواق بثمن رخيص جداً، بربع دينار، في 250 دينار تستطيع أن تشتري هذا القدح من الماء وتشربه. ولكن ما بالك يا صديقي حينما يبيعونك هذا القدح من الماء بمليون دولار، وأنت فرحان وتوقع المعاهدة وتصفق وتقص الشريط، وتدري أن هذا الربع دينار بيع لك بمليون دينار. ليس في الموصل فقط على المستوى الإنساني، اليوم هناك ارتباكات، وليست فقط في الاقتصاد، في السياسة وفي التعليم وفي الاجتماع. لما في صورة ثانية من صور البشاعات الإنسانية والتناقضات بين الأسماء والمسميات، لما هذا البطل من الماء يكون ذهب خالص ويسوى كذا مليون ويبيعونك إياه بربع دينار، لما هذا البطل يسوى مبلغ كبير جدا لو هو افترضت أنه من الذهب الخالص الصافي ويسوى كذا مليون، ويأتي واحد ويقنعك أن يشتري منك بربع دينار ب250 دينار، هنا الفاجعة الكبرى. أيضا لا تقل لي هذه مشهد هزلي أو أنت تحكي حزورة أو نكتة، لا يا صديقي، ما يحصل الآن في الكرة الأرضية بالضبط يشبه هذا المثال المخيف المفزع الموجع. كورونا جاءت إلى حياتنا لتقلب الرأس إلى العقب وتجعل الناس يمشون على رؤوسهم بدل أقدامهم. ليست كورونا هي المسبب الحقيقي لكل هذه التناقضات وهذه الإخفاقات وهذه الأحزان التي تنتشر وتزداد يزداد سعيرها في الأرض. كورونا عرض من أعراض الهيمنة السياسية، الهيمنة الاقتصادية، التعاريف لمعنى الحياة ومغزى الحياة في كل مشاهد الحياة على الكرة الأرضية مرتبكة ومخيفة ومفزعة. اليوم لما تقول في العراق عرف لي الأمن القومي للبلد، ستقول لي أن هذا البلد يحوي طائرات ودبابات وجيش وشرطة ويحافظ على الأمن. أقول لك هذا التعريف ينقصه الكثير، أيضا هذا التعريف هو مرتبك وقد يكون بعض الأحيان معكوسا. إذا كانت أي بلد تحوي الكمية المذهلة من الأسلحة وحتى الأسلحة النووية، هل تستطيع أن تواجه آثار كورونا اقتصاديا مثلا؟ ستقول لي لا. التعليم أيها الأحبة له علاقة بالأمن القومي لأي دولة ولأي بلد، وانظر يا رعاك الله إلى التعليم في الموصل والتعليم حتى في ألمانيا وفرنسا، ضرب في صميم العملية التعليمية التربوية. الأجيال القادمة ستديننا لأننا لم نقف اليوم بعد مرور سنتين والتعليم مرتبك وما به إجراءات صحيحة سديدة. اليوم التعليم المستقبلي المستدام ضرورة اجتماعية لكي نعرف الأشياء بأسمائها الصحيحة وبمعانيها الصحيحة. إذا لم يكن التعليم مستدام ومستقبلي، سنبيع بطل الماء بربع دينار سنشتريه بكذا مليون، لأن المستقبل مرهون بالتعليم أيها الأحبة. من باب آخر الآن، اليوم لما تقلي الأمن القومي لبلادنا، أقول لك أين هو اللقاح؟ من ينتج اللقاح ومن يبيعنا إياه وكيف سيوزع؟ هذه الأسئلة تخص الأمن القومي للمجتمع. اليوم الحكومة مطالبة أن توفر الأمن والرواتب وكل شيء في الحياة، لكن اليوم مع كورونا السؤال الكبير، اللقاحات الآن هل يستطيع الإنسان البسيط هنا في باب الطوب أو في المزرعة الفلانية أو المقهى الفلاني أن يحصل على لقاح آمن؟ ما نريد مزور، ما نريد روسي أبو ربع دولار، ونريده متاح للجميع ونريده مجاناً.
هذه الأسئلة هي التي تخلي اليوم حلقة اليوم تأخذ عنوانها الصحيح، الفرق ما بين الاسم والمسمى. اليوم بالمقابل لما تقول لي أكو منشأة اليوم في العراق تنتج لقاح، أقول لك للأسف نحن عطالة بطالة، عندنا كل شيء، عندنا مستشفيات وعندنا مراكز بحث وعندنا علماء، ولكن وين أبحاثنا؟ وين مساهمتنا مع دول العالم الآخرين الذين تنافسوا؟ اللقاح الياباني والألماني والأمريكي والروسي، العراق أين هو؟ لا يوجد للأسف الشديد. عندنا مشكلة، هذا هنا لما نبيع بطل الماي أبو الربع بمليون نقول عندنا مشكلة، خلل بالاكتفاء الذاتي. نحن بلاد لسنا بالضبط، لسنا ونعاني من عدم الاكتفاء ذاتيا. الفارق حضاري، نحن اليوم في بلادنا نستطيع إنتاج هذا اللقاح، لو كنا نضع السارق خلال 24 ساعة في مكانه الصحيح في السجن، ونضع المجتهد في مكانه الصحيح في مركز البحث، خلال أشهر سيقفز العراق إلى مرتبة إنتاج اللقاح وغير اللقاح. ولكن أيها الأحبة نشاهد، وأنا معكم وأنتم معي، مشاهد في الحياة بصراحة هو المضحك المبكي. لما أشوف قبل سنوات شرطي حاسبني لأني ما لابس الحزام، حزام الأمان في السيارة، وكان يم هذا المشهد سرى البنزين، كنا نقف يومين وثلاثة حتى نحصل 40 لتر بنزين. هذا الشرطي لا يدرك أنه بدل أن يحاسبني عليه أن يحاسب النظام العام الذي هو مرتبك. لو طعاني حقي وأنا أخذ البنزين بسهولة سوف أرتدي الحزام بسهولة. شيخ قال لي، شاب من طلابه وشافه يدخن جقاير، وقال الشيخ لهذا الطالب التدخين مكروه يا ولدي. وهذا ما أعرف أن هذا الشاب مثقف مثلي ومثلك، وأجاب الشيخ، أجاب الطالب الشيخة وقال له يا شيخ إذا هاي السيجارة مكروهة وبعضكم يقول حرام، زين المحاصصة ما مكروهة، الرشوة ما مكروهة، تعويضات الناس بالحرب اللي حد الآن ما تعوضوا ما مكروهة، إغاثة الملهوف اللي فقدت بعض من مشاهد حياتنا ما مكروهة، وعاض السلاطين الذين يصفقون للحاكم الظالم ما مكروهة، إقرار الموازنة الذي تأخر ومصير الناس التي تشتاق إلى أن تأخذ فلوس حقها الطبيعي حتى تمارس حياتها ما مكروهة. هذه الأسئلة هي تشبه بطل الماي لما نبيعه بدل الربع بمليون أو نشترينه بدل كذا مليون بربع، ارتباكات وإخفاقات بين الاسم والمسمى. قبل أسبوعين شاب خريج ثالث متوسط كان يعمل لمدة سنتين طبيب ويزورون ناس للعيادة وما أحد يعرف بهذا الإخفاق، وهذا الاسم طبيب والمسمى هو خريج ثالث متوسط. هذه الفضيحة البسيطة تشبه عشرات الصور في مجتمعنا وفي غير مجتمعات أيضا. الكرة الأرضية اليوم تئن من علاقة مرتبكة ما بين الأسماء والمسميات. إحنا هل دققنا في كل أشياء اللي نشوفها اليوم بالحياة؟ وهل شفنا أن كل إنسان جالس في مكانه الصحيح؟ وهل الأسماء مع المناصب متطابقة بحيث تعطي منفعة للمجتمع؟ وبالحقيقة أن الأسماء والمسميات بها فجوة كبيرة وعظيمة. لما تقول لي عرف لي كلمة السياسة أقول لك تروح إلى القواميس شكل، وتروح إلى الحياة الواقعية شكل آخر، أسماء شكل ومسميات غير شكل، 180 درجة تختلف العبارة عن اللفظة. السياسة كلمة مشتقة من ساس الحصان، أي قاده إلى موقع الماء، نجيب الحصان إلى الماء، وحلو جدا هذا، يعني يطابق الواقع. ولكن ما رأيك لو أن هذا الحصان لا يريد أن يشرب ماء؟ هل ستغصبه كما تغصب الشعوب الآن من بعد كورونا على نظام جديد للحياة؟ والسايس هذا اللي جاب الحصان إلى الماء، هل شاهدت أنه يضع أحمال فوق الأحمال فوق الأحمال على هذا الحصان، وأنه أرسله إلى الماء لا ليشرب الماء بل ليحمل المنافع لهذا السائس على ظهر هذا الحصان؟ الشعوب اليوم في الكرة الأرضية بالضبط تعاني من هذه الفجوة اللغوية إزاء واقع مخيف ومحير بصراحة. الناس يستخدمون الناس لغايات سيئة ورديئة وقاسية وبشعة، والناس مغلوبة على أمرها. كل شيء بحياتنا مرتبط بيش؟ بقرار سياسي قد يتخذ من هنا في المدينة أو في المركز في بغداد أو من خارج الحدود، وهذا القرار السياسي
يعيد تشكيل لغتنا وتفكيرنا وعاداتنا وأنماط حياتنا اليومية. وهنا بالضبط هناك علاقة خاطئة ومشوهة ما بين الأسماء والمسميات. أيها الأحبة الكرام، نخرج فاصلاً قصيراً لتستمر بكم الرحلة. وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام، واللقاء متجدد مع حضراتكم، والحلقة 92 بعنوان الاسم والمسمى. طبعاً أشكر اتصالاتكم ما أن تنتهي الحلقة حتى تتقاطر اتصالات على هذا الرقم الموجود أسفل الشاشة، والرسائل التي تصلني محترمة ومعتبرة. سيأتي يوم نناقش كل هذه الرسائل. حلقة اليوم الاسم والمسمى. تعال معي ونشوف الحياة كيف بيها تناقضات. لما نشوف جندي يخدم البلد والآن واقف يحرسنا جزاه الله خير، هذا الجندي نقول فلان عسكري. وتعريف العسكري لو قلت لأي إنسان ما هو تعريف العسكري، بالظاهر تقول أن هذا العسكري رجل يحمل السلاح، وهو صحيح هذا الكلام. الاسم مطابق مع المسمى، ولكن يا صديقي الفارق حينما يتطابق الاسم مع المسمى، سنقول هذا العسكري الذي يحمل السلاح إلى من يوجه هذا السلاح. هذه علامة الاستفهام الكبيرة التي ربما تتطابق بها الأسماء مع المسميات، وربما تنعكس الأسماء، وبدل أن يحمي الضعفاء يقتل الضعفاء. هذا السلاح إذن لا يكون بيد العسكري، ولا يكون هذا الرجل مثل ما نريده. شرطي في أمريكا خنق رجل أسود، وثاني يوم أمريكا على بكرة أبيها خرجت مظاهرات. السلاح الذي قتل الرجل الأسود نفسه ثاني يوم حمل متظاهرين. إلى أين يوجه هذا السلاح هو الذي يعطي المعنى لمعنى العسكري ومعنى الرجل الذي يخدم البلد. اليوم لما تسمع 5 مرات بالمسجد ويناديك ويقول لك تعال تعال حي على الفلاح، وحي على الفلاح لا تعني فقط أنه تعال قف يمي حتى نصلي، لا، هناك معنى أبلغ ومعنى أبعد. تعال معي نبحث مصلحة الناس سوية، نبحث مصلحة الناس ونقرب ما يفيد الناس خلال هذا التجمع في المسجد، ونبعد ما يسيء إلى الناس. نتحرر من السلطات، سلطات المؤسسات الفاسدة في هذا التجمع. حي اسمه فلاح يا أخي، حي على الفلاح، ما حي على السوء والخطيئة والشر والقسوة. لا، جدية النقاش في حي على الفلاح لا زالت علامات استفهام كبرى لم نشهدها لا في مدينتنا ولا في مدن إسلامية كبرى وعظمى. إذن الاسم لا يتطابق مع المسمى. حي على الفلاح، تعال خلي نتفق ونعمل إدارة جماعية، نناقش مشاكلنا اجتماعيا، مللنا من مكر السياسة. أيها الأحبة الكرام، التطابق ما بين الاسم والمسمى وهو مطلب فكري ومطلب اجتماعي اليوم نقيسه في بيوتنا وفي مدارسنا وفي أسواقنا ومستشفياتنا. لما تسمع كلمة بنك، عادة لو أقول لك عرف لي كلمة بنك، تروح إلى القاموس تشوف أنه مكان بينه أموال، بينه فلوس. هو فعلا البنك مكان بينه فلوس، ولكن الفارق المهم جدا، الفارق هذه الفلوس وهذه الأموال، أموال المجتمع ولا أموال الساسة القادة الذين استحوذوا على كل شيء وسرقوا حتى أحلامنا ومصيرنا. ترامب هذا اللي كان رئيس وخلفه بايدن، حينما يذهب إلى البنك لا يستطيع أن يخرج دولار واحد من البنك القومي لتلك الدولة وينفقها على أي مشروع بمزاج بايدن أو ترامب. لماذا؟ لأن البنك هذا هو أموال المجتمع التي لا يحق لأي كان أن يمد يده إليها ويسرقها. وهذا ما حصل في فترات مضيئة من تاريخنا العربي الإسلامي. كان بيت مال المسلمين شكل، وبيت مال الخليفة الحاكم شكل آخر، وهناك عدم تداخل. البنك الذي يملكه الحاكم وحد، والبنك الذي تملكه الدولة، وكان محافظ البنك المركزي في الخمسينيات يمتلك سلطة، وتوقيعه أهم من توقيع الرئيس ورئيس الوزراء والملك شخصيا. ولكن هذه الأسئلة حينما أطرحها أقول الآن أيها الأحبة، البنك الآن، البنك اللي يخصني ويخصك، ما لنا نصيب بينه غير هذه الرواتب التي توزع إسفافا وقطرة قطرة. والبنك هذا هو مؤسسة
قديمة ليست بحديثة، من أيام السومريين وأيام الفراعنة كان هناك شيء اسمه بنك، وكان هناك مهنة اسمه الصيرفي. هذا الصيرفي وهذا البنك يحفظ ودائع الناس ويقدم قروض عادي جدا. أنت تحتاج كذا مليون تقترضها من البنك يحملها نسبة، الآن حلال أو حرام هذا مبحث آخر، ولكن هاي الوظيفتين للبنك أنه يحفظ الودائع وبنفس الوقت يقدم قروض. اليوم هناك عدم تطابق ما بين الاسم والمسمى. هذا البنك الذي يقدم قروض يأخذ نسبة مئوية من العمولة، هذه العمولة تسجن الدول. بلد فلاني ولا أريد أن أسميه محجوز 50 سنة للأمام لشدة ما اقترض من البنك الدولي العالمي. وهذا هذا هذه التجارة الخفية تخيفني وتخيفك يا صديقي، لأننا لم ندقق ولم نطابق ما بين الاسم والمسمى للبنك الدولي العالمي الذي يحكم العالم من آسيا إلى أدغال أفريقيا، ومنها بلادنا ومنها مدينتنا الموصل. في التجارة العالمية هناك نوعان للربح، أنت تفوت إلى البورصة هناك تشتري بضاعة وتشتري أسهم تشتريها بـ10 تنتظر بعد فترة تبيعها بـ11، هذه واضحة جداً والعالم على مستوى العالم يعملوها. ولكن اليوم في بلادنا هناك شيء خفي وخطير، لما يجي واحد ويشوف مثلاً يشتري بضاعة متوقع أنه تربح وتزداد سعره، ولكن ما بالك برجل ذكي من رجال البنك ينتبه إلى أن بضاعة ما ستنزل سعره، سينزل سعره من جراء كورونا أو غير كورونا، فيتوقع أن يعمل شيء ماكر وخبيث فيروح إلى شيء اسمه يقترض حصص من هذه مثلاً نفط، اليوم يباع بـ60 ويتوقع بعد أيام يباع بـ20، فيقترض مثلاً يقلم أنا راح أقترض مثلاً كذا مليون برميل نفط لمدة شهر مثلاً، هو يقترض المال ويبيعه ثاني يوم، يبيعه بدل الـ10 يبيعه بـ9 مثلاً، وينتظر بعد شهر البضاعة هذه تنزل مثلاً إلى الـ5 أو الـ4 ويرجع يشتري هذه البضاعة بـ4 أو 5 ويفضل له ربح. هذا الربح نتيجة إساءة إدارة للمحتوى الهيمنة في العالم. العالم كله اليوم يخنقنا عبر مكر ودهاء هؤلاء الذين يتحكمون بمصائر الفقراء وحتى مصائر الأغنياء. ثلة من الناس أفسدت علينا الأسماء والمسميات، فالبنك الذي سيخدمنا بدأ يستعمرنا من حيث لا ندري. والحل أيها الأحبة، إذا كانت كل هذه تناقضات فما الحل؟ نحن دائما نطرح أشياء ننتقدها وبعض الأحيان نغفل عن الحل. الحل يا صديقي سهل جدا وبنفس الوقت صعب جدا. الحل أن ننتبه جميعنا للإدارة الجماعية لمشكلاتنا. مشكلاتنا تحل فرديا عبر السياسي وعبر الاقتصادي، ولكن الناس اللي هم يقع عليهم الضرب غير مشتركين في الحل. أيها الأحبة الكرام، الاسم والمسمى وتناقضات هذه المعاني في حلقة متواصلة معكم. نخرج فاصلا قصيرا لتستمر بكم الرحلة. وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام، الاسم والمسمى والحل، سيأتيك الحل يا صديقي. نحن ننصت دائما إلى عبارة خطيرة جدا اسمها الشورى، ونقرأ في كتابنا المجيد وأمرهم شورى بينهم، ولكن هذا الاسم خلي نطابقه مع المسمى. اليوم على مستوى العائلة ماكو شورى، أكو تسلط، على مستوى المحلة، على مستوى المؤسسات، على مستوى الدولة. الشورى أيها الأحبة لها معنى واحد على أرض الواقع، الإدارة الجماعية. والإدارة الجماعية تعني ليست إدارة رجل يصفق له ويهوس له، هذه لا تعني إدارة جماعية، هذه تعني إدارة فردية وإن كانت شمولية. هو نفسه هذا الذي يصفق له هو نفسه محكوم، سواء محكوم باتفاقيات ومعاهدات وإملاءات من خارج الحدود. إذن صوت الناس هنا أخرس، والإدارة الجماعية لا واقع لها ولا نشاهدها لا في المسجد ولا في المدرسة ولا في أي مكان. نريد إحياء الشورى بمعنى الإدارة الجماعية، ولهذا أهدونا إياها عن طريق أداة اسمها الانتخابات. ما يخالف قابلنا بالانتخابات، ولكن تعال خلينا ندقق ونشوف هل هناك شورى
في الانتخابات. الانتخابات في حقيقتها يجب أن تجري بين خصمين لهما مصالح متعارضة، ويحكم بينهما قضاء عادل. أنا لما أنتخبك وأوكلك بأن تكون ممثل عني، ورجل آخر بالشمال أيضا ينتخب من بين بيئته من يمثله، ورجل آخر بالجنوب، هذه الانتخابات الثلاثية أو الرباعية ببلدنا العزيز بكل أطيافه وأعراقه، نريد أن من يمثلنا يكون مدافع عن مصالحنا، لا مصالحه هو الشخصية. لا نريدها إدارة فردية، نريدها إدارة جماعية. ولكن الواقع يرينا أن البرلمانات سواء في بلادنا وغير بلاد أنها لا سلطة لها، ومعارك تحصل ويتضاربون ببطل الماي بمجلس النواب، والقضية شخصية، كذا مليار فلان استفاد وكذا مليار فلان سرق. معارك شكلانية كأنها الشطرنج، الجندي يقتل الفيل والفيل يقتل الوزير، والناس هم والمشاكل هي، إلى أن تحول هذا الذي أنا انتخبتونه وهو نائب عني إلى طبل نسمع منه صوت قوي وكبير، ولكن صوت مزعج، لأنه هو نفسه تحول إلى ملياردير، وتحول الناس الذين لا يعرفون معنى الإدارة الجماعية إلى فقراء يتسولون الراتب والرعاية. اليوم السؤال الكبير الإدارة، اليوم إدارة حياتك يا صديقي بيد منه؟ وهذه هي اليوم حتى نطابق الاسم مع المسمى. وهذا السؤال الخطير الإدارة اليوم حياتنا بيد منه لا تطرح اليوم للأسف، لا في لقاءاتنا ولا في الجامعة ولا في أبحاثنا ولا الماجستير ولا الدكتوراه. وتضيع، ضاع السؤال، ضاع مع نكات أحمد البشير وحزورات جواد الشكرشي وطرب كاظم الساهر، والناس ملت لأنها يائست. وانظر إلى المجتمع، شوف اللمن يقدرون لاعب أو رياضي، وما انتبهوا إلى أهمية أن يكون الناس نفسهم وإدارتهم الجماعية هي مربط الحل وهي مربط الفرس. لازلنا نحن مجتمعات نخاف الإدارة الفردية ولا نفكر بالإدارة الجماعية. قبل 1000 سنة بلادنا دخلها عصابات مفلسة مع جنرالات أميون سميوا الصليبيون، برابرة أرادوا اغتيال الحضارة اللي كانت ببلادنا. كان عندنا جيش نظامي، كان عندنا أسلحة متطورة، وكان عندنا إدارة جماعية. الإنسان البسيط لا يعتدى عليه طالما أنك صوت الجامع الذي يجمع الناس يصل إلى أكبر رأس في البلد. فجأة انقلبت المحاور وصار انقلاب صاعق. عام 1498 ركب كولومبوس السفينة وترك الحصان، ونحن لازلنا لحد هذه اللحظة نركب الحصان وبأحلامنا نحرر البلاد والعباد. هذا الكولومبوس سيطر على 3 قارات بالعالم، وسيطر على التجارة العالمية، ومن هذاك الزمان إلى هذه الساعة التجارة العالمية بيد الآخرين التي تحكمنا شعوبا وحكاما. احنا لما درسونا بالمدارس قالوا لنا إسبانيا اللي هي الأندلس سقطت في يوم وليلة غرناطة، ولكن احنا ما نعرف بعد سقوط الأندلس أجرى، ولا نعرف أن سنة 1588 سقط الأسطول الإسباني الذي أخرج المسلمين من إسبانيا، وبدأت الحياة تعيش مع الأسطول البريطاني والشركات التي تغادر بريطانيا إلى العالم، وأصبحت بريطانيا مملكة لا تغيب عن ممتلكاتها الشمس. اليوم أنا أدفع ثمن ذلك، لأن الإدارة اللي تحكمنا هي محكومة من قبل هذه الشركات العالمية. نابليون حينما دخل إلى مصر عام 1798 شاهد أميون للأسف لا يعرفون الإدارة الجماعية، هم يطبلون للحاكم ويدعون ليل نهار اللهم احفظ الراعي والرعية، إلى أن انتهت كل المشاهد وأصبحت الهيمنة الغربية هي التي تحكم مصيرنا ومستقبلنا ولحد هذه اللحظة. طبعاً إحنا متناقضين اليوم في الموصل وفي العراق. لما أقول إحنا بنفس الوقت إحنا أثرياء وإحنا فقراء راح تتعجب وتقل لي الأسماء هنا ما متطابقة مع المسميات. تعال يا صديقي، إحنا أثرياء لأنه منابع النفط ومخازن النفط هي الأولى على مستوى العالم في العراق، ولكن بنفس الوقت إحنا فقراء لأن نظام الإدارة ليس جماعي بل إقطاعي، ولأن البرلمانات كارتونية، ولأننا نشتري سلاحنا من عدونا. اليوم في عام 2003 لما دخل الغزو الأمريكي كلنا قلنا أن الأمريكا جت تريد النفط. يا غشيم، الأمريكا ما بس تريد النفط، تريد الهيمنة على العالم،
كان واردات النفط في 2003 للعراق 8.4 مليار. في تلك السنة كان ميزانية الدولة الأمريكية على وزارة الدفاع 767 مليار دولار، ومنها فقط للبنتاغون 379 مليار. شوف الأرقام كيف هي مخيفة، وكيف أن هؤلاء الذين ركبوا السفينة وكولومبوس أهداهم التجارة العالمية لا زالوا يتحكمون بمصيرك أنت الفرد البسيط ومصيري ومستقبلك ومستقبلي. قبل 1000 سنة انهزم المستعمر لأن كنا واعين، لأنه أحرار كنا ولسنا عبيد يتحكم بنا الحاكم. كنا نقول ونقرأ القرآن ونطبقه ونقول كل نفس بما كسبت رهينة، أنا مسؤول عن إرادتي وخياراتي وما أخليها برأس العالم أو برأس الوزير، والحياة تمشي وهو يسرقنا ويشوه حياتنا. وكنا واعين إلى مستوانا وخياراتنا وإرادتنا، وكنا نقول حينما نخطئ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه المعاني اللي كانت على أرض الواقع اختفت اليوم من بلادنا، وبدأ القرار السياسي هو الذي يتحكم بكل شيء. وكنا واضحين أيها الأحبة، لما هزمنا الصليبيين قبل 1000 سنة كنا نرفع شعار الملك لله وحده، وهذه مو كلمات فقط نعلقها ببيوتنا وبالمقاهي وصلوات على محمد، لا يا صديقي، الملك لله وحده كانت تطبيقاته تجري في كل مسارات الحياة وفي كل قرارات الحياة. قرارك أنت كفرد كنت أنت تتخذه، ولا يرتبط بالقرار السياسي العالمي والمحلي. الفقيه الذي كان يقود الدولة ما كان يأخذ راتب من الدولة، كان يأخذ راتب من الأوقاف، ولهذا سلطته كانت متميزة عن الحاكم. ما نحتاجه اليوم علاقة جديدة بين الأسماء والمسميات، وإعلاء مفهوم جديد للإدارة الجماعية. ربما تكون هذه بذرة لثمار قادمة ولأشجار قادمة نزرعها نحن وأنتم من أجل بلاد سعيدة آمنة واعية حرة، ينبغي للقرار الفردي فيها أن يكون هو الأصل وهو المحك. أترككم برعاية الله وسدادي ورشادي، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.